مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الحياة اليوم. الاتصالات لم تعد رفاهية، ما عادش رفاهية ان انت يكون معاك موبايل، او ما عادش رفاهية على الاطلاق ان انت تبقى فيه سهولة اتصال. ولو ما كانش فيه سهولة اتصال، ولو ما كانش فيه تغطية جيدة من شركات الاتصالات او تغطية جيدة بتوفرها الدولة، بيحصل تعطيل في العمل، لان اصبح العمل الان في العالم كله يعتمد على قدرتك على الاتصال، على سرعة الاتصال، على جودة هذا الاتصال، وتقاس الدول لجذب الاستثمارات احيانا بالبنية التحتية. ومن ضمن البنية التحتية في كل هذه الدول رئيس يتابع ملفات كتيرة، ومن ضمنها هذا الملف الهام قوي. وخدوا بالكم، متابعة الرئيس للملف ده كانت من عدة سنوات، ولكن ما بعد الكورونا احنا اكتشفنا ان البنية الاساسية في مصر محتاجة تتطور تطور شديد جدا، لان الناس كانت بتشتغل من بيوتها. ما انا عشان اشتغل من بيتي محتاج انترنت، محتاج تغطية. الانترنت يختلف عن تغطية الهاتف، ولكن التواصل ما بيني وبين الطرف الاخر في اي مكان في العالم ممكن يحصل، ونوفر بنزين، ونوفر تحرك ناس، ونوفر ونوفر ونوفر. إذن ملف مهم للغاية، والتطور فيه مطلوب للغاية. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعين في إطار هذا الملف. في الاجتماع الأول طبعا كان بحضور رئيس الوزراء ووزير الاتصالات والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة. إنما هو الاجتماعين كانوا عن ايه؟ الاجتماع الاول كان عن مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الاداري للدولة. دي شبكة من اهم ما يمكن. لما احنا عملنا مركز المعلومات، ومركز على فكرة الدولة عاملة مركز معلومات على ارقى مستوى، ولكن علشان الحكومة تتصل ببعضها، علشان الويب سايتس اللي طالعة والمراكز حضرتك بتتصل بيها تبعت عايز رخصة، عايز كذا، عايز ترخيص، عايز تطلع تدفع فاتورة، تغير كذا، كل ده معناه ايه؟ مطلوب ان يكون في اتصال ما بين المؤسسات الحكومية المختلفة على اعلى الدرجات من الجودة والامن السيبراني. امن يعني ايه؟ ان المعلومات دي تبقى محمية صح جدا، تبقى الشبكة محمية كويس جدا. دي معلومات حكومة ستتناقل، وممكن بعد كده، وحصلت كتير وبقالنا سنوات بنشوفها، اجتماعات محافظين بتتم عبر الانترنت، بيحصل الاجتماعات لرئيس الوزراء مع محافظين، مع وزراء اخرين، اتصالات مختلفة. اذا نحن نتحدث في منطقة امن قومي، وشبكة لازم تتوفر للدولة حتى توفر لي الدولة أنا الخدمة المطلوبة، وفي نفس الوقت تحافظ على معلوماتي أنا كمواطن، ولا يحصل عليها هاكينج، ولا حد يدخل ياخد معلومات، ولا حد يخش يأثر عليها. كان هذا الاجتماع النهاردة، ده جزء من الاجتماع. ثم خدمات الهاتف المحمول وتطوير بنية الانترنت علشان استيعاب الاستخدام الكثيف ومتطلبات التنمية. وده يا جماعة حاجة، أنا بالحقيقة رسالة إلى الوزير، رسالة إلى الدكتور عمرو طلعت، يا معالي الوزير، نحن نحتاج إلى تطوير سريع للغاية في هذا المجال بالذات. محتاجين التغطية تزيد، ومحتاجين أيضا إن الاستخدام الكثيف ده يتم استيعابه بتقوية الإرسال، لأن الشركات محتاجة تتوسع في هذه التغطية والكفرج أو التغطية بتاعتها. والمسألة محتاجة أيضا نظر في قوة التغطية. أحيانا في مناطق معينة مش داخلين فيها، أحيانا مش مقويينها، ولكن إحنا محتاجينها ليه؟ لأن زي ما الرئيس النهاردة في اجتماعه، متطلبات التنمية. أنا علشان أنمو أحتاج إلى أن أتطور في هذا القطاع. بعد كده الرئيس عمل اجتماع عشان يشوف، تعالوا بقى وادوني معدلات تنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أخبار مبادرة مصر الرقمية إيه؟ ف
فاستعرضوا معه أيضا مبادرة مصر الرقمية. أخبار تصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر من التصنيع المحلي. ما احنا قلنا ان احنا هنخلق جامعات وهنعمل توجه للدولة والتصنيع، واخبار تصميم الدوائر الالكترونية ايه. تخيلوا لما رئيس دولة يمسكهم ملف ملف، ورقة ورقة في هذا القطاع، عشان نشوف احنا وصلنا لايه. المتابعة المستمرة في قطاعات زي دي بيكون لها نتيجة اساسية، هو انك انت بتنجز، لانك انت عارف ان في حد هيجيبك ويقولك عملت هنا ايه، وده ما خلصش ليه، وده ما اتطورش ليه، واخبار قطاع الاتصالات كله في مصر عامل ازاي، والشركات المصرية اللي طالعة جديد في المجال بتاع الاتصالات ليه ما نساعدهاش وليه ما ندعمهاش علشان تشتغل. هسيب حضراتكم مع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق احمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء اركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور، بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين. كما اطلع سيادته على جهود تحسين خدمات الهاتف المحمول، إلى جانب تطوير بنية الإنترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف ومتطلبات التنمية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة. كما اجتمع السيد الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة ما يتعلق بتطورات تنفيذ مبادرة مصر الرقمية التي تهدف لدعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، فضلا عن جهود النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي للأجهزة وتصميم الدوائر الإلكترونية، بالإضافة إلى مستجدات التوسع في بناء قدرات الكوادر البشرية وتدريبهم على المهارات الرقمية، بهدف الاستفادة من المميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في تقديم خدمات التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر، لاسيما من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها، بالإضافة إلى دعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين عن طريق تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة بشريا وماديا بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع وبما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويتكامل مع استراتيجية الدولة لإعداد أجيال متميزة من الشباب المصري القادر على المنافسة العالمية ومواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع الحيوي. عدنا لحضراتكم مرة أخرى. على الهاتف دكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي. دكتور عبد الوهاب مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا بيك. اهمية الاتصالات الان في عالم تجاري، في عالم يعني قليل التحرك، هو عايز يتحرك وقاعد مكانه، اهمية تطوير قطاع الاتصالات ايه؟ اولا استاذ محمد، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي. لو نبص على الخريطة العالمية
حجم الاستثمارات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم وصل العام الماضي حوالي 5.1 تريليون دولار، بنسبة حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. دي نقطة مهمة جدا. طبعا. في مصر هذا القطاع يساهم بحوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لكن الأهم من 8% إن بينمو بمعدل 17% سنويا. إذا هذا قطاع هام جدا جدا جدا. دي أول نقطة. النقطة الثانية إن النهاردة العالم كله بقى عالم رقمي، ما إحنا لما نيجي نقول إن عدد سكان العالم حوالي 8.1 مليار شخص، بيستخدموا حوالي 9 مليار موبايل، ومشترك منهم في الانترنت حوالي 5 مليار، وفي وسائل التواصل الاجتماعي 4.5 مليار. إذا النهاردة بقت وسائل التكنولوجيا المتاحة لتواصل الحكومات مع المواطنين موجودة، ما كانتش موجودة قبل كده بهذا الشكل. احنا في مصر اذا كان عددنا 105 مليون بنستخدم حوالي ما يقرب من 98 مليون موبايل، اكتر من حوالي 70% مشتركين في الانترنت وفي التواصل الاجتماعي يمكن ما يقرب من 60%. اذا احنا برضو في مصر الحكومة النهاردة لما فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق مبادرة التحول الرقمي عام 2018 كان في مؤشرات نجاح لهذه المبادرة. طبعا. المبادرة دي قامت على ايه يا استاذ محمد؟ قامت على عدة محاور. المحور الاولاني تطوير البنية التحتية الرقمية زي ما حضرتك قلت. انا النهاردة بدون بنية تحتية رقمية تكنولوجية مش هقدر اعمل ولا حاجة بعد كده. خالص. طيب. يعني في شركات بتصاب بالشلل عشان مش داخلة على الانترنت. شلل. طبعا. في شلل في الشغل. صحيح. فاحنا عملنا ايه اولا؟ استبدلنا جميع الكابلات النحاسية بكابلات من الألياف الضوئية، أطلقنا القمر الصناعي تيبا 1 للاتصالات والإنترنت فائق السرعة عريض النطاق عشان يغطي المحافظات الحدودية. ترفعت بهذه التحديثات والتطوير سرعة الإنترنت من 5 ميجا بت بير سكند إلى 46 ميجا بت بير سكند للإنترنت المنزلي، ودي رقم واحد في أفريقيا، لكن إحنا مش رقم واحد في أفريقيا في الإنترنت المتحرك من خلال الموبايل. يبقى دي اول نقطة اتطورنا فيها بقينا رقم واحد. بس انا تمام يا فندم، انا بعد اذن حضرتك يا دكتور، احنا ما زلنا في قلب القاهرة في اماكن لا فيها تغطية تليفونات ولا فيها انترنت قوي. ليه؟ لا طبعا، ما هو كلام حضرتك سليم، دي احد التحديات اللي بتقابلنا. طبعا طبعا. ليه بقى؟ يعني ليه بقى؟ اولا احنا قدامنا تحديات كتيرة. احنا بنتوسع النهاردة افقي بما يعادل مساحة مصر القديمة اللي كانت موجودة في المناطق الجديدة، سواء في الساحل الشمالي، في الدلتا الجديدة، في دوشكا، في حلايب، والمدن الجديدة كلها. كل ده عايز مليارات. الحكومة صرفت ما يقرب على مشروعات التحول الرقمي في مصر أكتر من 100 مليار جنيه. طب ما أنا النهاردة مش هقدر أدخل في المجالات دي كلها، لأن عندي صرف على التعليم وعندي صرف على الصحة. لكن أنا لما طورت البنية الأساسية التحتية الرقمية، طب هل هذا يكفي؟ ما يؤديش الى حكومه رقميه. كان عندي قواعد بيانات متناثره ما بتكلمش بعض، اكثر من 100 قاعده بيانات في الوزارات والمحليات. تم تحديث وتطوير وربط هذه قواعد البيانات في قاعده بيانات واحده متكامله متجانسه ومؤمنه. دي نقطه خدت لوحدها اكثر من سنه ونص لتحديث البيانات وتنظيف البيانات ومسح بيانات كانت قديمه. دكتور عبد الوهاب، ده كان مخطط اساسا مطلوب بقاله اكتر من 10 سنين، واجى الرئيس وقال ابدا نفذ في الحته دي. ما هو كلام سليم، بس حته الربط. تمام يا فندم. نفذنا. ثالث محور زي ما حضرتك قلت، انشانا اكبر مركز معلومات في العاصمه الاداريه الجديده، وده اللي اتحطت فيه قواعد البيانات، وزي ما حضرتك قلت مؤمن تماما فيزيكالي وهايبر سيكيورتي. ليه؟ لانه مهم جدا جدا. طبعا. مئات من التطبيقات ومئات من الخبراء بيعملوا على مدار 24 ساعه لحمايه البيانات، لانها مشكله امن قومي. طيب بعد كده عملنا ايه في بالتوازي؟ المحور الرابع، عملنا اعاده هندسه لجميع الخدمات الحكوميه. الحكومه والمحليات بتقدم اكثر من 1000 خدمه. طب اتصنفوا ووضعت لهم اولويات، وكل خدمة تم تحديثها وتطويرها بحيث تجرى على الكمبيوتر بخطوة واحدة.
على الانترنت. طب عملنا كام خدمه النهارده؟ حوالي 155 خدمه متاحه للمواطن. طب خليني انقلك. تمام، ما هو ده اللي احنا متابعينه ومبسوطين منه، ولكن امتى تصل مصر الى مرحله انك انت تقول انا دلوقتي زي احسن دوله في العالم في مجال التليفونات وتغطيه التليفونات والانترنت؟ انت محتاج مبالغ ضخمه جدا تضخها، مش كده؟ طبعا. تمام، باذن الله هنقدر، وباذن الله هنوصل مع هذا التطوير. دكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. زي ما انتم سمعتم بالظبط كده، طور وانمو. انت صارف 100 مليار، انت على فكره 100 مليار ده مش رقم قليل انك انت تصرفه، ولكن هم بيعترفوا ان احنا محتاجين المزيد. عارفين ليه؟ في الولايات المتحده الامريكيه كل 6 أشهر عمال يجدد بلا توقف، لا يستطيع ان هو يواكب اللي عمال يطلع جديد، اللي عمال يطلع جديد، اللي عمال يطلع جديد، فاصبح بالنسبه له مرهق للغايه. احنا من اوائل الدول في افريقيا، نفسنا نكون من اوائل الدول في العالم، بلاش من اوائل الدول في العالم، ولكن قدر الامكان ان شركات الاتصالات تساعد مع الدوله اللي عماله تعمل البنيه الاساسيه وتبدا تتولى دورها في ان توفر الاتصالات بشكل جيد للمواطنين في التقوية. قوي النخل اللي انتوا عاملينه ده، قووه علشان الناس تعرف تتصل ببعضها وتتواصل مع بعض. الدولة عاملة اللي عليها وزيادة. هنطلع فاصل ونرجع تاني الحياة اليوم. خبر ايضا تاني النهاردة اخترته لكم من اهم ما يمكن. احنا عايزين نصدر، عندنا طرق كثيرة للتصدير، ولكن ايضا محتاجين ان احنا نبص للتصدير بشكل استراتيجي مختلف، وهي الربط. اربطني مع المستورد، او حتى اللي انا بستورد منه، بس اربطني بطريقة مش هسميها روتينية، ولكن بطريقة دائمة ومستمرة. وده اللي عجبني في نظرة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه النهاردة، علشان يتابع إجراءات دعم الصناعة المصرية وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية. هقول لحضراتكم ليه النهاردة طلب هو يعمل اجتماع أو يحصل اجتماع بسرعة مع الغرف التجارية والمجالس التصديرية في مصر. ليه؟ علشان تعالوا يا جماعة نتوافق على خطوط ملاحية هنتم تشغيلها، والبضائع اللي احنا بنصدرها لدول افريقيا. ليه؟ عشان هنعمل خطين، واحد فيهم، ودول ما هيكونوا منتظمين، يعني انت عارف ميعاد السفينة امتى وهتركب امتى وهتوصل هناك امتى وترجع امتى، وبالتالي ما انتش مستني. خدوا بالكم ولاد البحر اللي زينا بتوع المواني فاهمين كويس قوي الدنيا دي بتمشي ازاي، لان انت لو عايز تصدر كونتينر ولا اتنين مستني سفينه راح الحته دي، لا، ده انت هيصبح عندك خط ملاحي. خط ملاحي يعني عارف ان الساعه 8:10 خلاص انت ركبت المركب، عارف ان الساعه يوم الاثنين اللي بعد منه انت وصلت المينا بتاعتك هناك. الخطين دول هيربطوا ايه بقى؟ واحد هيربط بدول شرق وجنوب افريقيا. شرق وجنوب افريقيا، خدوا بالكم، شرق افريقيا هتنزل البحر الاحمر لغايه تحت، لغايه جنوب افريقيا. احنا لسه ما بنتكلمش على غرب افريقيا، لان غرب افريقيا احنا غالبا هتاخد وقت طويل جدا جدا وتضطر تربط معاها بالطيران اكتر، اللي هي دول الكوميسا اللي موجوده. ثم دول شمال وغرب افريقيا، شمال وغرب افريقيا هتطلع لها من البحر الابيض. اذا هيبقى في خطين، واحد هيبقى من البحر الاحمر، واحد هيبقى من البحر الابيض المتوسط متحرك شمالا في كل دول شمال افريقيا، ويقدر ينزل الى غرب افريقيا او دول غرب افريقيا. اذا الخطين دول هيكونوا مهمين جدا جدا بالنسبة للتجارة والتصدير المصري. على الهاتف دكتور علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجاريه. دكتور علاء مساء الخير يا فندم. مساء الخير دكتور شرجي، ومساء الخير للساده المشاهدين يا فندم. الشرح بتاعي كده كان صح؟ ان احنا الشرح بتاع حضرتك زي الفل، ما انا برضو بحراوي زي حضرتك. خليني اقول لحضرتك يمكن الاربع محاور الاساسيه. نمره واحد قبل اي محور هي شراكه تامه للحكومه والقطاع الخاص. هذا توجه دوله
التصدير مسألة حياة أو موت لاقتصاد الدولة، ده ما فيهاش فصال، ده توجيه من فخامة الرئيس. دولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء جميع الوزارات بتتحالف في هذا التوجه. في أربع محاور بنشتغل عليهم. المحور الأول هو المعلومات والربط بين المصدر والمستورد، ودي جزئية يمكن ده دور الغرف التجارية بالتعاون مع الغرف التجارية في الدول المستهدفة. الجزء الثاني اللي حضرتك يمكن اتكلمت فيه بجزء كبير هو اللوجستيات، ولكن اللوجستيات داخل فيها حاجة تانية مهمة جدا. أنا لابد وأنا بنمي صادراتي إن أنا أنوع وارداتي، بمعنى أنا بستورد شاي كمثال، أنا هستورده في جميع الأحوال، جبته من دولة سين، جبته من دولة صاد، أنا مستورده مستورده، يبقى أنا الدول اللي هتاخد صادراتي هاخد واردات وهي اللي رايحة عندها أملاها بواردات من اللي أنا بستوردها بصفة طبيعية. يبقى أنت وفرت وكسبت وكسبت بالظبط، وبالتالي تكلفة الشحن بتاعتي انخفضت، لأن الحوالي اللي راحت ورجعت، المركب اللي راحت مليانة رجعت مليانة، وبالتالي تكلفة الشحن نزلت. يعني احنا هنخش في مراحل التبادل التجاري وليس فقط التصدير او الاستيراد. هنعمل بقى مبادلات تجارية، هبعت لك 100 طن كذا هتديني 20 طن كذا او 30 طن كذا. بالظبط، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هناك توجه يمكن فخامة الرئيس اثناء رئاسته للاتحاد الافريقي نمرة تلاتة دي ضغط علينا بشدة فيها، هي زيادة المحاور اللي داخلة على افريقيا. انا النهاردة حضرتك اثرت موضوع الخط البحري لشرق والخط البحري لغرب افريقيا. هناك التبادل عن طريق الطرق، في طريق اسكندرية كيب تاون، طبعا للأسف ان هو في اجزاء منه لم تستكمل بعد، اي عشان الحروب طبعا ولكن هناك طريق ده من اهم ما يمكن لمصر، ومصر بتسعى فيه باسرع ما يمكن، يربط لي البحر الاحمر بالمحيط الاطلسي، يفتح لي الدول الحديثة اللي في وسط افريقيا اللي بتستورد بالطيران عن طريق بالظبط كده. انت ممكن تنزل عن طريق جيبوتي كويس، واثيوبيا، انت لو وصلت لاثيوبيا لتنزانيا تشاد اساسا لنجمينا، ومنه مع المحور اللي موجود لحد دكار بالزبط. وبالتالي بفتحت هذه الدول وحولت مصر مش بس المركز لوجستي عالمي هيجذب لي شركات تصنع عندي وتتولى التصدير، ولكن ده يتكامل مع حاجه مهمه جدا برضه. فخامة الرئيس كان اطلق الاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، أنا عندي كوميسة مفعلة وشغالة حاليا، والاتفاقية القارية تم دخولها حيز النفاذ، وفضل حاجات صغيرة إن أنا أقدر إن أنا أشغلها واستفيد منها واجذب استثمارات تخلق لي فرص عمل. إحنا كنا في تركيا في معالي وزير التجارة والصناعة من حوالي 3 أسابيع تقريبا، وكم الشركات اللي بتدفع جمارك على منتجاتها اللي جاية تستثمر في مصر عشان تصنع في مصر عشان تصدر من غير جمارك كم كبير جدا. فده الجزء التاني هو جذب استثمارات تصديرية. الجزء يمكن الأخير وهو الهم جدا، أنا النهاردة لو بصدر 100 مليون دولار 50 مليون منهم هي خامات استوردتها أصلا، وبالتالي صادراتي الفعلية النص. احنا بنسعى حاليا وزاره انا عايز اسالك سؤال، معظم الصادرات اللي هتطلع بالمراكب هي صادرات قد تكون وتدخل في الصادرات اللي هي الصناعات المتوسطه الى الصناعات الثقيله، ودي اللي بيكون صعب جدا انك انت تنقلها بالطيارات. اذا احنا هنخش بقى انتظام الخطوط دي، هنخش على قطاع صناعي كان مستني يكون فيه توصيل سهل لمكان، بس توصيل سهل. يعني انا مثلا صادراتي لروسيا وبيلاروسيا والمنطقه ده هي من الصادرات الزراعيه، عشان اصدر السلع سريعه التلف بضطر اديها بالطياره. لو انا عملت خطوط منتظمه سريعه اللي بنسميها مالتي موديلر، اللي هو بحري مع بري مع سككي، اوصل في 7 ايام، وبالتالي هناك صادرات ما كنتش قادر اصدرها غير جوي وبالتالي غير منافس، اقدر اصدرها بالاسلوب المالتي موديلر، وده اللي احنا بنسعى اليه حاليا مع معالي وزير النقل. ودي اجمل حاجه علشان هتزود الصادرات المصريه. دكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجاريه، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الايضاح. صدقوني لو قدرنا نرتب الخطوط دي انتوا هتشوفوا زياده في الصادرات الخارجيه المصريه غير مسبوقه.
هنطلع فاصل ونرجع تاني الحياة اليوم. عدنا لحضراتكم مرة تانية. خلينا أكمل معاكم في حتة الصناعة. كلمنا عن رئيس الوزراء وتحركاته علشان التصدير، وده شيء جميل، والخطوط الملاحية وغيرها وانتظام الخط الملاحي والتحرك على دول معينة، شرق أفريقيا، غرب أفريقيا، شمال أفريقيا، نتحرك بشكل جيد عشان الصناعات المصرية تقدر توصل. خلينا نقلكم بقى على منطقة أخرى النهاردة فيها اجتماعات برضو تانية، وهي هيئة التنمية الصناعية. هيئة التنمية الصناعية في مصر النهاردة بدأت تبحث التحضير للمرحلة التانية من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة. أرجوكم بصوا يا جماعة، أنا أعلم جيدا أن احنا كلنا مضغوطين اقتصاديا، وكلنا كل ما بنيجي نتكلم في الاقتصاد يا عم اسكت بقى واحنا مش لاقيين كذا وكذا، أنا معاكم، ولكن أرجوكوا خدوا بالكم من حاجة، أن أنت لو توقفت عن العمل حالتك هتبقى أسوأ 100 مرة. فيجب أن تستمر في الإعداد والتطوير، علشان هتيجي هتيجي، ما هي لازم هتيجي لأنك أنت مستعد لها، لأنك أنت بتطور لها. هيئة التنمية الصناعية بتشتغل مع مؤسسات دولية، المؤسسات الدولية دي مهمتها أن هي تدعم أشياء كثيرة في مصر علشان تمكن اللي عايز يصنع، والصناعات الصغيرة وقطع الأراضي المرفقة وغيرها. خلينا نعرف تفاصيل الاستعداد للمرحلة الثانية. مهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. باشمهندس محمد مساء الخير يا فندم. أهلا يا فندم، مساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين يا فندم. أنا سعيد بأنكم مستمرين في هذا الملف، لأن أنا صورت أماكن كتير جدا في أنحاء مصر وشفت شباب زي الورد، انتوا ادتولهم فرصة واشتغلوا الحمد لله وبقوا زي الفل. احكي لي على المرحلة الثانية يا فندم. طيب اقول لحضرتك بسرعة المرحلة الأولى. المرحلة الأولى كانت تحليل للبيانات اللي موجودة وإيه اللي حاصل ومصر فيها إيه وإيه التحديات اللي مقابلانا. تمام. وبالتالي وصلنا إن فعلا حصل اتفاق وسريع على التحديات اللي موجودة، ودي نقطة مهمة قوي، يعني التشخيص نص العلاج زي ما بيقول. طبعا. المرحلة الثانية بقى هي في الحقيقة هي وضع بقى الروشتة، الروشتة اللي بتحط بيها العلاج مع الجهات التنموية الدولية زي اليونيدو وزي البنك الدولي وزي الجي اي زد الألمانية. كويس، الروشتة قالت ايه؟ الروشتة بقى بتتكلم على محاور احنا لسه بقى بنجمعها، هو بتتكلم على واحد ان موضوع التصدير ده موضوع اساسي ما ينفعش نحيد عنه، موضوع التأهيل للتصدير ده موضوع اساسي. الموضوع الثاني في الحقيقة هو موضوع التدريب والتأهيل الكوادر، لأنك إذا بتجذب صناعات وإف دي آي يعني استثمار أجنبي من بره أو استثمار محلي، فالكوادر والتدريب أساس لنجاح أي صناعة، وبالتالي ده جزء مهم جدا. تمام يا فندم. الحاجة الثالثة في الحقيقة التعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة، قيمة المضافة تزيد في الصناعة، يعني مش لازم يكون كل شغلنا أو كل صناعاتنا ذات القيمة المضافة القليلة البسيطة، لا لازم نخش في مراحل أعمق في الصناعة علشان نقدر نتحرك علشان نقدر نصدر، وبالتالي بتتكلم على جودة وبتتكلم على منتجات تنافس في السوق العالمي. كويس، ولكن انتوا هتشجعوا الشباب الصغير، ما انت مهمتك انك انت تطلع صناعات من الشباب الصغير بالإضافة إلى كبار المستثمرين، ولا أنا غلطان؟ ده أساسي يا فندم، لأن أصلا الهيكل الأساسي للصناعة لازم يكون في صناعات كبيره وصناعات متوسطه عددها اكبر وصناعات صغيره عددها اكبر واكبر، يعني زي الهرم كده، وبالتالي قاعده الهرم ومنتصف الهرم ده مهم جدا انه يزيد ويتاهل ويتدرب، لان هي دي الصناعات المغذيه للصناعات الكبيره، وبالتالي مصر مركزه بشكل كبير جدا. وعلى سبيل المثال وطلعت اتكلمت مع حضرتك قبل كده على موضوع المجمعات الصناعيه اللي فيها 5000 وحدة صناعية، 5000 مصنع صغير ومتوسط، ده تأهيل، إن احنا نعمق تصنيع المحلي ونرفع الكفاءة ده تأهيل، إن احنا ندرب الناس بتاعتنا ومدارس التكنولوجية اللي بدأت تكبر وتظهر والمعاهد التكنولوجية والمدارس التكنولوجية اللي تابعة الشركات الصناعية، ده كله تأهيل وتدريب، وبالتالي كمان إحلال الواردات والفرص الاستثمارية اللي أعلن عنها اللي قام بها مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، والنهارده بنتكلم على كيفيه
تعميق التصنيع المحلي وتوطين، او اقدر اقول ازاي الفرص دي توطن صناعتها عندنا علشان نقلل الواردات عشان نحسن الميزان التجاري. يبقى اذا تعميق التصنيع المحلي، توفير بقى كل البدائل المطلوبه. طب بعد اتفضل. التدريب والتاهيل وغيره، بنتكلم على التمويل للمشاريع الصغيره والمتوسطه. وهنا يجي دور السيد رئيس الجمهوريه، فخامس رئيس الجمهوريه في اجتماعه الاخير، ودوله رئيس الوزراء في اجتماعه الاخير، هتلاقوا الاجتماعات الاخيره مركزه على الصناعات الصغيره والمتوسطه، وازاي يبدا في دعم شديد جدا. وهنلاقي ان الوقت في المحافظات النهارده في اجتماعات ومؤتمرات خلال الفتره اللي فاتت عشان نبدا نوطن الصناعات الصغيره والمتوسطه اللي هي العصب المحوري لتطور وتعظيم ونمو الصناعه. طيب باشمهندس محمد، خليني اسالك على ال 790 قطعه ارض اللي انتوا هتطرحوهم قريب، دول فين؟ طيب ال 790 قطعه ارض موجودين في 14 محافظه. تمام. القاهره والمنوفيه والجيزه واكتوبر زكاه يعني تبع الجيزه، وبنتكلم على 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 منطقه زي السادات، الفيوم، بورسعيد. مش عايز اخش في ايوه لا بورسعيد مهمه بالنسبه لي عشان انا بورسعيدي. لا ما بورسعيدي بحكم الكلام. بورسعيد وغيره. وطبعا البورسعيد برضو فيها مجمع صناعي عشان حضرتك تبقى عارف. انا يا فندم عارف مين ده، انا صورت فيه، انا ذهلت من الامكانيات وذهلت من المتاح للشباب واللي عندها المحافظه للشباب، والشباب اللي عامل مشاريع. بسم الله. بشكر باشمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئه العامه للتنميه الصناعيه على مداخلته وعلى المجهود الذي يتم. عايز انقلكم على خبر الحقيقه، يعني البنك المركزي طلع ونفى معلومه، يعني قال لك لا مفيش الكلام ده كله حول فحص المصرف المتحد، وقال ان هو في ضوء الاخبار اللي انا في الحتت بتاعه الاقتصاد والامن القومي لازم اقرا من اللي هم قايلينه، من اللي هم قايلينه، ان بشأن عملية طرح المصرف المتحد للبيع، يؤكد البنك المركزي انه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافي للجهالة، مشيرا الى ان عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد سابقا، وان مع المشترين المهتمين ان العملية دي الفحص ستبدأ بنهاية سبتمبر القادم، وأن هناك اهتمام من عدد من المؤسسات الدولية لشراء بنك المصرف المتحد على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب. إلى هنا لازم ناخد بالنا كويس جدا أن اللعب في الاقتصاد والأخبار اللي تقعد تتنطور دي بتأثر على الصورة العامة. لما يطلع البنك المركزي المصري، على فكرة يا جماعة بغض النظر حضراتكم رأيكم إيه في الاقتصاد، رأيكم إيه، أنتم تتحدثون عن أحد أعرق البنوك المركزية في العالم كله كله. إحنا كان عندنا فلوس طالعة من أيام محمد علي، بينما العالم كله كان بيبادل بنص كيلو قمح ونص كيلو ذره وبالطين. احنا اخترعنا ومنذ الفراعنه، انتوا فاكرين من امتى احنا النقود عندنا والبنك المركزي، انتوا بتتكلموا على بنك مركزي عريق للغايه. خلينا انقلكم بقى الى استمرار فعاليات العالم، عالمين من العالمين، ومهرجان العالمين يواصل فعالياته في دورته الاولى الاسبوع السادس على التوالي. قلت لكم في البدايه هتشوفوا مهرجان مختلف. تخيلوا انتوا ده الدوره الاولى، كل اللي انتم متابعينه خلال الست اسابيع اللي فاتت دي الدوره الاولى، فتخيلوا الدوره اللي جايه هتكون عامله ازاي. سيسعى اليك كل يعني انت المره دي بعت جبت الناس، قلت لهم تعالوا انا بقول لكم الدوره الجايه هتبصوا تلاقوا جهات عايزين نيجي، عايزين نبدا نشتغل في مهرجان العالمين، عنصر جذب امتداد في قلب منطقة حيوية تستوعب الناس وتستطيع انك انت تستضيف فيها كل هؤلاء. إدارة مهرجان العالمين قررت إقامة حفل غنائي للمطربة سمر طارق يوم الخميس القادم، وبعد ما قدمت تراب مسلسلات وعملت أغاني كتير جدا في الفترة اللي فاتت، وعشاق السيرك، عايز اقول لكم ان فعاليات عروض السيرك المكسيكي في العالمين الجديده شغاله وهتستمر لغايه بكره، وممكن ايضا عبر تذكرتي تحجز التذاكر. وخليني اوري حضراتكم هذا التقرير حول الانشطه المختلفه في العالمين ونرجع تاني.
دي بدايه حلوه قوي 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 لسباقات السرعه، للرياضه، للتنافس، لان الشباب كلها بتطلع الطاقه بتاعتها في مكان مغلق بدل ما يطلعها في الشارع، بدل ما يطلعها في مكان ما يكونش فيه سيفتي ليه. المنافسات قويه، وخصوصا ان الايفنت ده من الحاجات المختلفه، لان هو بيضم كذا حاجه، بيضم الموتوسيكلات، بيضم الرالي، الدريفتنج، العربيات السبيد، بيضم كل السباقات، ودي اول حاجه تحصل في مصر. لو كان من بره مصر النهارده معانا المتسابقين، ما شاء الله المستوى كله عالي، كتنظيم، كجمهور، الاجواء كلها صراحه جميله. السنة اللي فاتت ما كانش فيه حضور جمهوري بالمنظر ده، السنة دي الحضور الجمهوري ما شاء الله يعني حاجة جامدة جدا، فكل سنة هتلاقي تريبل الرقم ده ان شاء الله. فوق التوقع بشوية، من اول التنظيم من لغاية الطريق اللي احنا بنمشي عليه بره، بصراحة طرق متجددة جدا، حتى احنا كنا خايفين من حتة ان يبقى الطرق يبقى فيها مشاكل او كده، بس الحمد لله لا بجد الموضوع احسن بكتير، وان شاء الله السنة الجاية تبقى سنة اقوى ان شاء الله. شفتوا العربيات؟ انا واخويا هيثم النويهي نوينا ان احنا باذن الله نعدل شويه في العربيه بتاعته، والسنه الجايه هتلاقونا هناك بنتفرج مش بنشارك. خليني اكمل معاكم حاجات اللطيفه اللي احنا دايما بنحب نتابعها، وهو الخير اللي عمال يشتغل في بلدنا كل يوم. يعني خدوا بالكم احنا بنحط اخبار معينه كده، ولكن ايضا في ناس لسه شغالة، يعني ناس بتتابع حاجات. تعرف الوطن العام الأهلي التنموي أطلق قوافل طبية شاملة في عدد من المحافظات. عايز أقول لكم العيون في عزبة خير الله في القاهرة شاملة لأهالي قوس في إنا وقرية السراج بأسوان، قافلة تنموية لأهالي قرية برنشت بالجيزة. خدوا بالكم التحالف بيحرك جمعيات، هو عارف فين انت روح هنا عايزين تنمية، انت روح هنا. خدتوا بالكم ولا لا اهمية ان التحالف استطاع دلوقتي انه ياخد القوى المختلفة للجمعيات المشاركة فيه ويبدأ يحركها. مؤسسة حياة كريمة اطلقت مبادرة خطى دي لتوفير 1000 كرسي متحرك لذوي الهمم في محافظات المنوفية وسوهاج والأقصر. طيب هاخدكم على تقرير، وده تقرير مهم جدا، مؤسسة حياة كريمة أيضا اختتمت فعاليات مبادرة أنت الحياة في الجيزة. خلينا أوريكم هذا التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. بعلم الوصول احنا في فعاليات مبادرة أنت الحياة التابعة لمؤسسة حياة كريمة. النهاردة كان عندنا قوافل طبية، كان عندنا ورش عمل، كان عندنا مساعدات غارمين. تحضن ولادها وتعيد المشاهد. شفت اول امبارح عظام وخدت علاج وخدت منه برشام وارتحت الحمد لله. من اولاد الاصول بعلم الوصول، احنا في خدمه اهلنا اولاد الاصول بعلم الوصول، احنا في خدمه اهلنا اولاد الاصول بعلم الوصول، احنا في خدمه اهلنا اولاد الاصول. كلنا في الصوره واحد، كل واحد ليه بطوله من الصف الاخير. حياه كريمه النهارده فرحتنا، عملت لنا مسرحيه، والنهارده فرحت قوي في الحفله ديت. شكرا حياه كريمه على الفرحه اللي عملت وصلتها للاطفال. انا بحب حياه كريمه، انا بحب حياه كريمه، بحب حياه كريمه. شكرا لحياه كريمه، ويا رب حياه كريمه تفضل معانا هنا على طول. اللي يعلم واللي يبدا الصوره كامله من غير مجامله، واحنا قد. عدنا لحضراتكم مره تانية. طبعا حضراتكم تابعتم الأسبوع الماضي أنا كنت موجود في السلوم مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتقى فيها بشيوخ القبائل وأبناء السلوم وأبناء سيوة وأبناء مطروح، كل القبائل كانت متواجدة الحقيقة، وأنا رحت وسجلت. ولكن أنا عملت حاجة أكتر من كده شوية. أنا قررت أن أنا لما كلمت الناس كلها والحديث كان مع الرئيس، الحقيقة صعب قوي انك انت تلاقي رئيس قاعد وحافظ اسماء الناس. انا قلت لكم الكلام ده في التغطية اللي انا عملتها، ده حافظ اسماء الناس،
اللي قاعدين قدامه. ليه؟ انه كان موجود وخدم في المنطقة دي قبل كده وشافهم وهم شباب صغير وكبروا وبقوا عواقل وشيوخ، وبالتالي العلاقة بينه وبينهم قد تصل الى حد الشخصية. تفضل يا فلان، قول يا فلان، هو عارف كل واحد جاي منين، عارف القبائل دي ايه، الدنيا عاملة ازاي. بس انا مسكت خيط كده انا في الحياة اليوم، وهو نقطة المية، المياه. الحديث كان دائما عن المية، والنبي يا ريس هات لنا المية بتاعة الضبعة ووصل لنا. فقعد الرئيس يشرح ليه القبائل وناس كلها ازاي الدنيا صعبة في توصيل المية وليه. فانا نزلت بكاميرا الحياة اليوم ومشيت ورا الخط بتاع المية ده، فهمت من الناس طلباتها ايه، ثم اتحركت واكتشفت الاتي. رقم واحد، الدولة بدأت تعمل محطات مية بالفعل، على فكرة هم لا ينكروا هذا، ولكن علشان التكلفة بتاعت ان انا اوصل لك مواسير واحفر في قلب الارض بتاعتك وتبقى مشكلة، الدولة عملت 8 محطات مية متناثرة على الساحل لتوفر المية. يمكن ده لو احنا حطينا مرسى مطروح كده، انا هكلمك عن غرب مرسى مطروح وهكلمك عن شرق مرسى مطروح، يمكن في الشرق كان اكتر شوية. وبدأت المحطات تتراوح قوتها طبقا للاماكن بتاعتها، علشان لا الدولة تكلفك فلوس تمن للمية، ولا تتكلف فلوس في شق أنظمة جديدة أو مواسير وتقعد تضخلك مية، والمحطات ما تتكلفش كتير وتعملها بسرعة. ما هو ده الفكر الاستراتيجي، ان انا حل أزمة بتاعت ناس. عايز اقول لحضراتكم ان انا قلت طيب حلو قوي، فهمنا الليلة دي، طب تعالوا معايا بقى اخبار الناس اللي في الصحراء ايه. وده انا بقوله لكم كمقدمة على اللي هتشوفوه النهاردة. انا النهاردة جايب 2 مسؤولين، ولكن 2 مسؤولين من شركة يعني وزارة الاسكان، واحد بيبني والتاني بيدير ويوصل المية. عايز اقول لكم ان احنا قدمنا لكم يوم الخميس حاجة غريبة جدا، ان في واحد اسمه وكيل وزارة حصاد الامطار، يعني في مسؤول عن استغلال مياه الامطار. فاكرين من سنين لما الرئيس قال احنا ليه بنهدر المية، كل نقطة مية مهمة. انا شفت خزانات، انا شربت وقدمت لكم، انا شربت مية المطر اللي موجودة في الخزانات اللي عملت ايه في قلب الصحراء. الوديان دي كانت المية بتنزل في الوديان ترمي في البحر، بس على ما توصل البحر بتشيل قدامها كل الزرع اللي عامله البدو، خلينا نقول والقبائل وابناء المناطق دي. فهم ما كانوش مرتبطين بالارض قوي، ليه؟ الا مواسم. بيزرع حاجة اسمها البعلي، المية تنزل تسقي الارض، يحط زرعة، طلعت الزرعة من غير ما يعتمد ان يكون عنده مياه اخرى تسقي. ودي الحاجات اللي احنا بنسميها بقى اورجانيك وايا وبابا وماما والحاجات الحلوة اللي احنا بنحبها دي. دي زراعات هم متخصصين فيها جدا. ولكن المية لما بتيجي قوية بتدمر له كل اللي هو عمله. راحت الدولة جاية قالت له بعد إذنك، بدل ما أنت عمال تعمل لي سدود بالرمل وكذا، اسمح لي أنا أساعدك. وبدأت تعمل السدود بدراسة استراتيجية، دي قدمناها لكم من الخميس اللي فات. وراحت عاملة خزانات. فأنا بسألهم عملتوا خزانات ليه طالما الدنيا كده؟ قال لك بص، المية تنزل تسقي، مع المطر اللي بيحصل في الشتاء تقعد 3-4 أشهر الأرض مش محتاجة تشرب. ولكن ماذا لو احتاج يكمل بشوية مية؟ طب ما هو بدل برضو المية دي ما تصرف نخزن ده. لما احنا خزننا عملوا ايه في مطروح؟ خدوا بالكم انا بكلمكم في قلب الصحراء، انا اللي بكلمكم على سيوة واللي بيحصل فيها، ولا بكلمكم على السلوم، انا بكلمك في قلب المجتمعات العمرانية في قلب الصحراء على بعد 40-50 كيلو من اقرب عمران. اتبنت البيوت، اتعملت الابار، شربوا مية، وصلت لهم الطرق، زرعوا وكسبوا. وده قدمته لكم لما قال لي اول مرة نعمل محصول بالدرجة دي وحاجة زي الفل. النهاردة بقى انا بقدم لكم الحاجة التانية. النهاردة انا بقدم لحضراتكم حلقة هامة جدا. هو احنا عندنا كم محطة تحلية مية؟ مين اللي بناها؟ وايه التطورات اللي جاية؟ وعايز اقول لاهل مطروح كلهم يا جماعة على الشتاء الجاي انتهت مشكلتكم. يعني مياه الشرب انا بكلمكم على ده، ده غير بقى مياه الزراعة، ده غير سيوة، ده غير مياه الصرف، كل دي مشاريع عاملاها الدولة وانا بقدمها. انا مش جاي احكي لكم عنها، انا بقدمها لكم ومصورها لكم
هيرتفع الانتاج الى بنسبة تقريبا 84 الف في محطة بتبنى دلوقتي قدم، بخلاف اللي موجود هنوصل لانتاجية تصل الى ربع مليون متر يومي في مرسى مطروح علشان تكفي، وعلى السنة الجاية لما يجوا المصطفين هتكون الدنيا مكفية وزيادة. انا سعيد باللي انا بقدمه لكم، بصوا بعينكم لان انا بحاول انقل لكم الصورة في الحياة اليوم. تابعوا معايا ماذا يحدث بالنسبة للمياه وتنقية المياه وتحلية المياه في مرسى مطروح. في حديث الرئيس مع ضيوفه عندما التقى بهم في السلوم في الخيمة في افتتاح معبر السلوم مع أهالي مطروح، تكرر بشكل دائم الحديث عن أزمة المية في محافظة مطروح. الدولة عملت حاجات كتير جدا في هذا الشأن، ومقابلة شيوخ القبائل والعواقل اللي احنا قدمناها لحضراتكم يوم الأربع أثبتت هذا، واللي احنا قدمناه لكم يوم الخميس أيضا وردتكم الأعماق الخاصة بجمع مياه الأمطار. ولكن طب ما تيجي بقى نشوف أخبار محطات تحلية المية إيه، سواء القائمة أو التي يتم إنشائها أو المخطط لإنشائها، وهو ليه إحنا عندنا عدد كبير من المحطات في هذه المحافظة. استراتيجية البلد، استراتيجية الحكومة المصرية ان انا بدل ما اعمل محطة في مكان واحد انشر عدة محطات مختلفة واتحرك وابني مجموعة من المحطات وارفع كفاءات، وكل هذا الكلام الذي تحدث عنه الرئيس في لقائي في السلوم، وايضا الفرق بين شركات المية المختلفة او المؤسسات المختلفة اللي لها علاقة بمياه الشرب والصرف الصحي في مصر، هو ده اللي انا هنعرفه النهاردة من ضيفي المهندس احمد نصر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح. اهلا بيك معايا في الحياة. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك وبشكرك على هذا اللقاء. اهلا بيك يا فندم. انا عارف ان انت تقف الان وخلف حضرتك انشاء ناس متعرفش ايه هو، ايه الانشاء اللي وراك ده؟ هو بسيط جدا الوقت ولكن هو انشاء مهم قوي، ده ايه؟ طبعا في البداية يا فندم برحب بحضرتك وبرحب بقناة الحياة في بوابة مصر الغربية محافظة مطروح ومدينة مرسى مطروح. حضرتك احنا هنا في محطة تحلية الرميلة 4 طاقة 65 ألف متر مكعب يوم. المحطة دي قابلة للتوسع حتى 130 ألف متر مكعب يوم. اللي ورانا ده دي إنشاء المأخذ البحري للمحطة. المأخذ يعني البحري تاخد المية من البحر، من البحر وبتنقلها لي. المحطة تقام على البحر. المحطة لازم تقام على البحر. طبعا. لا يا فندم، لا المحطة التحلية لازم تقام على البحر، وخصوصا محطه طاقتها كبيره، محطه طاقتها 65000، دي اول محطه، اول مرحلة محطه تنشا بالحجم ده في محافظه مطروح. تمام فندم، دي اكبر واحده فيه. دي اكبر واحده فندم. كويس، دي اكبر محطه. احنا وصلنا الانشاءات كام في الميه؟ احنا فندم وصلنا انشاءات اعمال مدنيه، وصلنا ليه حوالي 75% اعمال مدنيه، ووصلنا 25% للاعمال الالكتروميكانيك. كله شغال حتى كله عندك وكله كله شغال. احنا ان شاء الله مستهدفين ان شاء الله باذن الله ان المحطه دي 50% من طاقة المحطة نبدأ ندخله في آخر السنة دي، آخر العام ده. آخر السنة دي. آخر السنة دي يعني ندخل 50%. خلاص هيبدأ يضخ مية. ندخل 50% من المحطة. إن شاء الله بإذن الله على حلول الموسم الصيف اللي جاي إن شاء الله نكمل المحطة كلها بالكامل إن شاء الله. ندخلها كلها. هل فعلا كان في عجز مية رغم كل عدد المحطات الضخمة جدا موجودة في مطروح؟ طبعا فندم طبعا، لأن هي مطروح فيها مشكلة إن في الشتاء من الصيف بتختلف استهلاك المياه من الشتاء للصيف، واحنا طبعا في الصيف بيجي المطروح ما لا يقل عن من 2 ل 3 مليون مصطف، وبالتالي ده بيعمل عبء كبير جدا على المياه وقطاع المياه وقطاع الصرف الصحي الاثنين. فطبعا النهارده الدوله ليها رؤيه استراتيجيه وفي توجيهات من القياده السياسيه ان النهارده لازم محطات التحليه يتم التوسع فيها عشان تقدر تجابه الزياده اللي بتحصل في محافظه مطروح والطلب على المياه وايضا تجابه النقص اللي كان موجود قبل كده عند الناس. بالظبط بالظبط. ولا انا غلطان؟ لا يعني بالظبط، كان هناك نقص اساسا متواجد في المحافظه. كان مطروح بتعاني من نقص في المياه. النهارده احنا بمحطات التحليه ديت بنقدر النهارده نجابه النقص
اللي بيحصل فيه المايه المطلوبه في محافظه مطروح كلها بيكمل. يعني انت خلاص كده داخل على بعد انتاج المحطه دي، انت كده خلاص هتخلص ان شاء الله باذن الله. احنا يا فندم عاملين محطه الرميه الاربعه تغطي مدينه مطروح لحد سنه الهدف. سنه الهدف هي 2037 باذن الله. يعني سنه الهدف بتاعنا سنه الهدف بالظبط 2037 المحطه قبل التوسع. مجرد ما بنوصل لسنه الهدف بنبدا نوسع في المحطه بتاعتنا بقى، تزود انتاج، تزود انتاج المحطه بالظبط، يزيد ازود 65000 كمان. انا عايز اسالكوا سؤال، هو في اي اثر بيئي؟ ما انت لما بتاخد ميه البحر وتنزع منها الاملاح وتضخها كميه حلوه دي على اعلى مستويات طبعا طبعا، ولكن بتعيد ضخ ميه البحر تاني في الميه مزبوط. في البحر مزبوط. مش كده؟ مظبوط. طب هو انت كده مش بتضر البيئه مثلا او حاجه، ولا انتوا ازاي بتنشئوا هذه المحطات؟ لا يا فندم، احنا في البدايه قبل ما نبدا ننشئ المحطه بنعمل دراسات بحريه للمنطقه اللي مزمع انشاء المحطه فيها، لانها طبعا ايه والبحر ساحل البحر طويل، احنا ما بنختارش اي منطقه نعمل فيها المحطه، احنا بنختار منطقه بيتم عليها دراسات البحريه ما فيهاش اي تيارات بحريه قويه في المنطقه ديت. بناء على الدراسات ديت بنحدد المكان، بيبقى ماخذ المحطه عباره عن خطين، خط بيسحب من البحر وخط بيطرد في البحر، بيطرد المياه المركزه، لان احنا عندنا نظام الار او اللي هو ريفرس اسموزيس بيطلع منه مياه مركزه شديده الملوحه. المياه المركزه ديت بتتضخ تاني في البحر بنسب محدده وفي اماكن محدده عشان ما تاثرش برضو على البيئه البحريه. دي دراسات بيئيه ودراسات دوليه كمان طبعا يا فندم، واحنا كده كده اصلا بناخد كمان موافقه البيئه قبل ما نبدا ننزل نشتغل في البحر، وبتقعدوا بقى تقيسوا المياه وتراقبوها وتشوفوا ونشوف الطيارات، اهم حاجه كمان الطيارات عشان ما نعملش اي مشكله في الحياه البحريه الاساسيه بقى. طيب احنا اتكلمنا كتير في المياه او جزء في المياه، خلينا اكلمك على الصرف الصحي، اخباره ايه؟ والله يا فندم، هو الصرف الصحي بالنسبه لمدينه مطروح، نتكلم بس في البدايه عن مدينه مطروح. مدينه مطروح كانت لحد سنه 2014 نسبة تغطية الصرف الصحي فيها لا تتجاوز 30%. 30%؟ ودي كانت عاصمة المحافظة. يعني بقية المحافظة كانت زيرو. كله كان زيرو. النهاردة سيادتك، النهاردة بقى نيجي نشوف على أرض الواقع، النهاردة إحنا عندنا النهاردة مغطيين مدينة مطروح بنسبة 95% شبكات صرف صحي. جديدة. جديدة. وصلنا نقلنا النسبة من 30 وصلنا النهاردة لـ 95% تغطية. حدثني عن بقية المحافظة. بقية المحافظة طبعا هي محافظة مطروح بتتكون من 8 مراكز. بنبدا بمركز الحمام، مركز مدينه الحمام الحمد لله انشانا فيه مشروع صرف صحي متكامل عباره عن اربع محطات رفع، شبكات انحدار، محطه معالجه طاقه 4000 متر مكعب يوم. النهارده المشروع النهارده في الخدمه من سنه 2019 داخل الخدمه وبيغطي مدينه الحمام كلها بالكامل. بعد كده بننتقل لمدينه العالمين. مدينه العالمين طبعا في مدينه العالمين الجديده وفي مدينه العالمين القديمه. مدينه العالمين القديمه احنا النهارده مستهدفينها بمشروع صرف صحي متكامل برضه. بدأنا فيه السنه اللي فاتت، ان شاء الله مستهدف ان شاء الله على نهايه 24 نكون وخلصنا المشروع. بعد كده في مركز مدينه الضبعه، الضبعه احنا انشأنا فيها مشروع صرف صحي متكامل بتكلفه تصل لحوالي 600 مليون جنيه. المشروع تم نهو بالكامل وجاري ادخاله الخدمه. جاري ادخاله الخدمه تمام. بعد طيب ما كل الكلام ده اللي بتكلمني عنه شرق مدينة مرسى مطروح، حدثني عن الغرب مدينة مرسى مطروح. الغرب مدينة مطروح بقى سيادتك طبعا في عندنا اربع مراكز في الغرب، مركز النجيلة وبراني والسلوم وسيوة. مركز سيوة احنا انشأنا فيه مشروع صرف صحي متكامل برضه اللي تحدث عنه الرئيس ايضا في اللقاء الاسبوع الماضي. بتكلفة حوالي مليار جنيه، حوالي 13 محطة رفع، شبكات انحدار باطوال 100 كيلو تقريبا، ومحطة معالجة بنظام المعالجة الثنائية. لا دي ثنائي عشان الزراعة. عشان الزراعه احنا كده كده مستهدفين، عندنا حوالي 1000 فدان هنزرعهم زراعات تتناسب مع نوع المعالجه الموجود في المحطه عندنا. طيب هنقل حضرتك بقى بعد اذنك يا باشمهندس، هنقل حضرتك على المناطق الصغيره، التجمعات الصغيره. الرئيس لما اتكلم وتحدث بدا يشرح للناس، واضح ان هو يعني داخل في لب هذا الموضوع جدا، ان بسبب الانتشار الشاسع في المساحات انا ما اقدرش امد خطوط مثلا لقريه فيها حتى 100 بيت، يبقى اقتصاديا سعر لتر الميه ده يعني عالي جدا، هيخش عالي جدا جدا طبعا. طبعا بتعملوا ايه؟ قول لي دلوقتي حضرتك. طبعا بالنسبه لمحافظه مطروح، هي محافظه مطروح فيها مشكله، هي دايما ان هي متراميه الاطراف، في تباعد كبير جدا بين المراكز وبعض وبين التجمعات وبعضها. طبعا الامر ده بيؤدي الى صعوبه نقل المياه، وكان دي مشكله مطروح حتى فتره قريبه جدا، ان احنا كنا طبعا بنعتمد في المياه بتاعتنا على ترعه الحمام،
محطه النقيه السطحيه اللي موجوده في جنوب العالمين. صحيح ده عارفينه. وكنا بننقل الميه وكده. فطبعا النهارده حضرتك النهارده التوجه ورؤيه القياده السياسيه ان احنا لازم النهارده نعمل ايه؟ نعمل محطات تحليه منتشره على نطاق المحافظه كلها، يعني مش مجرد ان احنا نعمل برضه محطات مركزيه وننقل، لا الهدف كله ان احنا ايه؟ نعمل محطات يعني توصل للتجمعات الصغيره بالظبط عشان ما ننقلش الميه. احنا محتاجين النهارده في قريه معينه او نجع معين محتاجين ان احنا نوفر الميه، بنوفرها عن طريق محطه تحليه. محطه تحليه لمياه الابار، لمياه الابار احنا اللي هي شديده اللي فيها ملوحه عاليه بالظبط. فانت بتحليها له وبتبقى بحلها له وبديها له عشان يشرب منها ويسقي منها الاغنام بتاعته ويرعى منها، يعني بتدي له سبل للحياه في المنطقه اللي هو ايه اللي هو قاعد فيها ومستوطن فيها، فتحسن له هذه الحياه بهذا بالزبط. الشكل بالظبط. طيب حدثني عن المستقبل يا باشمهندس، ايه اللي جاي؟ محطات كبيره، محطات صغيره، ايه؟ طبعا حضرتك بالنسبه للرؤيه المستقبليه بالنسبه لمحافظه مطروح، بالنسبه لمحافظه مطروح طبعا هو سيادتك في رؤيه استراتيجيه واضحه جدا ان احنا ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه دي هنتوسع في انشاء محطات التحليه. وطبعا زي ما واضح قدام سيادتك كده ان احنا بنتكلم في محطه 65,000 قبل التوسع ل 130. انت هتوصل السنه الجايه ربع مليون متر مكعب انتاج ميه بالظبط صالحه للشرب، ده بخلاف المحطات الصغيره بالظبط، ومياه الامطار بالظبط، مياه التجميع. بعد خمس سنين لا انا بستهدف ان انا اوصل لضعف الرقم ده، ضعف الرقم اللي سيادتك قلت عليه عشان اعظم شويه الاستفاده من المحطات كمان واوسع في المحطات. توسع في المحطات تزيد جذب الناس لانك انت عملت له الخدمه، فتبدا المنطقه يبدا الناس تسكنوا فيها، ما تبقاش منطقه طرد. لا لا لا، تبقى منطقه جاذبه، جاذبه للسكان وخصوصا الحركه السياحيه بقى. وخصوصا كمان طبعا توسع في المشروعات اللي اشار اليها الرئيس طبعا الرئيس في المؤتمر، كلها مشروعات اصلا بتحتاج في الاول في الاخر للميه طبعا، سواء السياحه، الزراعه، كله الصناعه، كله محتاج الميه. عندي سؤال كده عايزك توضحه للناس، دايما عارفين ان وزاره الاسكان هي المتوليه الميه والصرف الصحي كده، ولكن انتوا جوه كده مؤسسات مختلفه، ايه الفرق بين جهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي مثلا بغض النظر هو فين، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة مياه الشرب، ايه هم الهيئات المختلفة دول داخل الوزارة، وايه عمل كل واحدة فيهم؟ قطاع المياه والصرف الصحي في وزارة الإسكان منقسم إلى ثلاث أقسام. في القسم الأولاني هو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ودي هيئة منوط بها إنشاء المشروعات ووضع الاستراتيجية لإنشاء مشروعات المياه والصرف الصحي على مستوى جمهورية مصر العربية. حضرتك تبع الهيئة؟ احنا جهاز تنفيذي، هو الجهاز المنوط به التنفيذ من قبل الهيئه القوميه. كويس، يبقى انت مباشره مع احنا ايه بقى اللي بعد في بعد كده؟ شركه مياه شرب وصرف الصحي دي بقى الشركات اللي بتستلم مننا احنا تنفيذ المشروعات، وبتقوم هي بتشغيلها وصيانتها. ده بيجي دورها بقى في ايه؟ في تشغيل وصيانه وتوزيع المياه للمواطن ووصول المياه للمواطن او ماده خدمه الصرف الصحي كمان، او اخذ خدمه الصرف الصحي من المواطن. في بعد كده الجهاز التنظيمي، ده جهاز تنظيمي بيراقب على شركة المياه وعلى القطاعات بتاعتها كلها، وبيراقب المشروعات كلها كمان كجهة بتبص على المشروعات وعلى التشغيل من فوق لصالح الوزارة. وبتراقب يعني خلاص ما عادش اللي بيبني هو اللي بيدير ولا لا يا فندم؟ لا 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 لا. وده ده 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 توجه الدولة، وده التوجه الصحيح عشان يبقى الموضوع النهارده حلقة سلسلة بالظبط نظموها، وحضرتك هتخلص البناء هنا وهتسلمه لشركة المياه، لشركة المياه للتشغيل. اتفضلي استلمي تشغيل الجاهز وكل حاجة جاهزة بالظبط، وهي تبدأ تشغل وتصين وتعمل كل هذه الأشياء بالظبط. أنا بشكر حضرتك جدا على وجودك معايا في الحياة اليوم، وبشكرك على هذا اللقاء وعلى هذا المجهود اللي أكيد أهلنا في مطروح مقدرينه وعايزين الزيادة، وأنا عارف إن بإذن الله المسائل أشهر بسيطة وتكون كل حاجة متوفرة إن شاء الله. انا هاخد حضراتكم وانتقل بيكم الى احنا هنا في المشروع الجديد، عايز اخدكم بقى وديكم طيب القديم اخباره ايه، شغله عامل ازاي، والسيارات بتاعته عايز عامله ازاي. بس قبل ما اعمل كده عايزكم تبصوا ورايا كلكم على البحر، بصوا على جمال مرسى مطروح، وبصوا على مستقبل هذه المدينه لو انت فعلا بصيت لها صح، وقدرت ان انت تعمل فيها الخدمات الصحيحه اللي تستوعب مليون واتنين مليون في الصيف، لا دي هتستوعب خمسة مليون في الصيف. جمال البحر ده
لفينا العالم ما شفناش زيه كتير ابدا ابدا. يلا بينا بقى نخش نشوف ازاي محطات المية اللي اتبنت من 2016 ومن 2017 شغالة وطاقتها عاملة ايه وادارتها عاملة ايه دلوقتي وبتوفر مية ازاي والمين الحياة اليوم. ضيفي في هذه الفقرة دكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح. إلى هنا انتهى بالنسبة لحضراتنا كلنا التايتل أو المنصب بتاع ضيفي، ولكن البعد بتاع هذا المنصب إيه هو؟ محطات المياه دي مين بيديرهم وبيديرهم إزاي علشان ينتج منهم؟ ده بخلاف إن أنا مقدم لكم بناء محطات المياه، لأن البناء يختلف عن انك انت تدير المحطات بعد كده وتصين هذه المحطات. دكتور ابراهيم اهلا بحضرتك معايا في الحياة اليوم وسعيد بوجود حضرتك معايا. اهلا بك يا فندم. اهلا بك. عايز حضرتك تشرح لنا اولا احنا واقفين في محطة الرميلة، ولكن اكتشفت ان هي مش محطة واحدة، ثلاثة، ده مجمع، مجمع محطات الرميلة. طب تحكي لنا ايه هو بقى؟ هو مجمع محطات الرميلة ده انشئ بالرميلة واحد، ودي انشئت من 2016 من حوالي 7 سنوات. كان في مشكله حاده جدا في المياه في مطروح، لان مطروح كمدينه مصادر المياه فيها فقيره، وكانت بتعتمد على الخط الساحلي، والخط الساحلي اللي جايب من محطه مياه جنوب العلمين. احنا شايفين الخط الساحلي بتزداد عليه الحركه العمرانيه وانشاء القرى السياحيه، فبالتالي بقت كميه المياه اللي واصله مدينه مطروح من الخط ضعيفه جدا، وبعدين علاوه على التكلفه العاليه لنقل المياه في الخطوط الساحليه، لان معروف ان ميه النيل لو اتنقلت اكتر من 100 كيلو بتصل الى رقم انها اعلى من تحليه ميه البحر. علاوه على ان توجه الدوله دلوقتي ان تحليه ميه البحر تستخدم في تغذيه المدن الساحليه، لان هي الاوفر اقتصاديا، وبيقل فيها حاجه تانية مهمه جدا، معدل فقد المياه في الخطوط المائيه. ثانيه واحده، يعني هك عايز تقول لي ان الافضل للدوله اقتصاديا ان انا اعمل لك محطات تحليه، عشان كده بدانا ننشرها في كل حته على السواحل؟ تمام فعلا. بدل ما نقلك من ميه النيل؟ تمام فعلا كده. بالنسبه للمناطق الساحليه الصح اقتصاديا يتعمل فيها محطات تحليه. كويس. فبدات محطه الرميله واحد. بدانا بالرميله واحد، طاقتها 24000 متر مكعب يوم، حققت نسبه كويسه جدا من احتياجات مدينه مطروح. وبعد كده بدأت محطة تحلية في بغوش على بعد 35 كيلو من مدينة مرسى مطروح. غربا ولا شرقا؟ لا شرقا يا فندم. شرقا. تمام. وبتتنقل مية بغوش عن طريق الخط الساحلي برضه، بتوصل إلى مدينة مطروح الخزانات الاستراتيجية. محطة بغوش دي قد إيه؟ 24000 برضه. 24000 متر مكعب يوم. مكعب في اليوم. يعني احنا عندنا 24 وهنا 24. ثم اتنين محطة الرميلة اتنين. الرميلة اتنين التانية 24000 تانية، فبقت عندنا الرميلة واحد واتنين تاخد 48000 متر مكعب يوم، علاوة على محطة بغوش 24000 متر مكعب يوم. ثانيا انشئ محطة الرميلة تلاتة تاخد 12000 متر مكعب يوم. دي طاقة صغيرة كده. طاقة صغيرة نسبيا. ولكن كل ده احنا بنتكلم غرب مرسى مطروح المدينة، كله هو في غرب مدينة، انا اسف، شرق، في شرق مدينة مطروح، شرق مدينة مرسى مطروح. ولكن احنا عندنا محطة تانية اسمها كيلوباترا في غرب مدينة مطروح على لسان البحر اللي موجود في منطقة كيلوباترا، او منطقة المنطقة الصخرة المشهورة. طبعا بالظبط كده. ولكن طبعاً ايضا هناك مخططات للاستمرار في هذا. طبعا هو في حدثني ايضا في مخطط عام للتحليه في مدينه على مستوى الجمهوريه، يعني مخطط عام للتحليه. بالنسبه لمدينه مطروح ان شاء الله بيتم انشاء محطات عديده هنا في مدينه مطروح حتى تصل لكامل الاحتياجات. احنا عندنا المحطات اللي موجوده دلوقتي 74000 متر مكعب يوم، 84000 متر مكعب يوم، 72 اللي هم الرميله 1 و2 وبغوش، و12000 اللي هي الرميله 3، ممكن يحققوا احتياجات مدينه مطروح في الشتاء. لكن احنا عندنا في الصيف بيجي لنا في مدينه مطروح لوحدها حوالي 2 مليون مصطاف،
بيجوا جوه مدينه مطروح مميزه بالجو المميز والبحر المميز على مستوى الجمهوريه يعني، فبيجي لها مصطافين من كل انحاء الجمهوريه، بيصل عددهم في فتره الصيف الى 2 مليون مصطاف، علاوه على اللي بيجي لنا في الساحل كمان حوالي 4 مليون في القرى السياحيه، عندنا 6 مليون، كل دول محملين على كميه الميه المتاحه في محافظه مدينه مطروح. كويس، انا كده فهمت الحدوته، انت لسه ما زال عندك نقص ولكن انت مستمر في البناء والتوسع في محطات الميه والتحليه. الرئيس وهو بيتكلم شرح حاجه تانية تماما للناس، وهي ان وانت قلتها لي، انت وضحت لي جزء منها، بقى وضح لي الجزء الثاني، وهو ان نقل المياه مسافات طويله يخسر، مكلف جدا، مكلف اعلى من التحليه. اذا حضرتك مش عامل محطه واحده عملاقه بتضخ منها، انما محطات متوسطه السعه او صغيره ومناطورها، علشان هو الاتجاه فندم دلوقتي ان احنا كل مدينه تبقى محطه المياه بتاعتها فيها، عشان ما ننقلش في خطوط نقالي، خطوط النقالي بقى فيها نسبه فقد. ايوه، وده اللي الريس شرحه في اللقاء في عندنا في الضبع دلوقتي في محطه تحليه 40,000 دي بتغذي مدينه الضبع والمناطق القرى السياحيه اللي حواليها، عندنا اكستنشن ليها هتبقى 80,000 قريب ان شاء الله. تمام، هيبقوا 80 لمدينه الضبع والمناطق اللي حواليها والمشروع مع التوسع. مع التوسع عندنا بالنسبه لمدينه مطروح الرماله 1 و2 و3 في اكستنشن دلوقتي جاري تنفيذه، 65,000 متر مكعب يوم في المرحله الرابعه. دي المرحله الرابعه، دي الرماله الرابعه طبعا، دي ان شاء الله بتحل مشكله مطروح. دي تحدثنا عنها واتكلمنا عنها باستفاضه، ولكن هنتقل بحضرتك الى حياه كريمه، وانك انت ركبت لما الرئيس قعد يتكلم مع القبائل وقعد يتكلم مع ابناء مطروح، قال لهم يا جماعه انتم مش واخدين بالكم ان البعد ده بيؤثر على حاجات كتير، انما انا دلوقتي بحاول اعمل فيه مراحل في مناطق معينة. انا اكتشفت ان انتوا عندكم محطات صغيرة، عندنا حوالي 22 محطة. 22 محطة منتشرة في التجمعات البدوية. التجمعات البدوية ده انت بتتكلم في قلب الصحراء. في جوه الصحراء يا فندم. طب ده بتدخلها مية بحر تحليها؟ لا مش مية بحر، لا احنا بندرس الموضوع كويس جدا. ايوه، زي ما فخامة الرئيس قال، المكان اللي فيه بير وميته غير صالحة وممكن نحليها بنعمل محطة تحلية. وده الفعل يعني انت بتنزل في اعماق الميه الارض، بناخد عينه من الميه ونلاقيها لو تتشرب عادي ما فيش مشكله، ما تتشربش بنعمل محطات تحليه فيها، تعمل لها محطات تحليه جنبيها ونوزع منها على التجمع البدوي والتجمعات اللي القريبه له. فانت وصلت ب 22 محطه لغايه دلوقتي في المناطق اللي حواليها. طب والمخطط القادم كم محطه؟ هو في عندنا داخل معانا في مشروع حياه كريمه حوالي 34 قريه مستهدف فيهم محطات، ومستهدف نزود طاقة المحطات اللي موجودة، يعني ممكن نروح تجمع بدوي وما الاقيش عنده مية، طب اشوف اقرب محطة وازود طاقتها وانقل المية للتجمع وتنقله، لان انت مشكلتك مع المجتمعات البدوية هي تناصر. ثلاث بيوت على بعد 50 كيلو، دي مشكلة فعلا بتبقى خدمتها صعبة. طبعا انت ما تقدرش تحفر في الارض وتعمل مواسير عشان ثلاث منازل، وما ينفعش تعمل لهم شبكة، ما ينفعش، فلازم ما ينفعش تسيبه من غير ميه، وما ينفعش تسيبه من غير ميه فعلا يعني، مش كده؟ فنضطر ننقل له ميه. فبتعملوا هذا الامر انك انت بتحركهم وبتنقل لهم هذه المياه؟ تمام سعد، وبتحركهم عليها. طيب حدثني عن ماذا سيحدث في الغرب، احنا داخلين بقى على في الغرب ان شاء الله، السلوم وتنميه السلوم لا ده مشروع كبير قوي ان شاء الله. عندكم مشاريع هناك؟ ان شاء الله في محطات تحليه مقرر انشائها، عندنا السلوم فيها حاليا 4,000 متر مكعب يوم، مقرر لها 10,000، هيبتدوا ان شاء الله مرحله 5,000 تبقى السلوم فيها ميتها متكفيه لمده 5 سنين 10 سنين مستقبلا. براني فيها محطات حاليا دلوقتي كافيه، وفيها محطات ستاند باي دلوقتي ممكن تشتغل لو الشبكه تستوعب، فجاري انشاء شبكه فعلا معرفه الهيئه القوميه، واول ما تخلص الشبكه الميه هتضخ بكامل مدينه براني. النجيله فيها محطه حاليا طاقه 1000 متر مكعب يوم، والتجمعات البدويه فيها مجموعه من المحطات فيها حوالي 8 محطات طاقه المحطه 100 متر مكعب يوم، وفي محطه يعني هتبدا تجارب التشغيل قريب جدا، يعني ممكن في خلال شهرين كده او ثلاثه تبدا تجارب التشغيل بتنفذها اداره الميه، دي طاقه 3500 متر مكعب يوم، وجاري ربطها على المدينه دلوقتي.
في النجيل. طب السؤال الاخير لحضرتك، هي الناس هنا كانت بتشرب قبل السبع ثمان سنين اللي فاتوا كانت بتشرب ازاي؟ لا كانت ظروف صعبه جدا، كان بيصرف. لا بجد يعني قول لي. لا كانت صعبه، كانت صعبه. يعني انت بتكلمني دلوقتي، انا قعدت كده اجمع في دماغي، انت بتتكلم على اكتر من 100,000 متر يوم تم اضافتهم، وفي اكتر من 100 كمان داخلين على البلد ان شاء الله. مش ان شاء كدا؟ الله يعني انت بتتكلم على طاقة انتاجية في خلال 3 سنوات قادمة قد تصل الى 250,000 متر مكعب. متر مكعب مية في اليوم. في اليوم كدا؟ ان شاء الله. حلو. الشعوب الناس هنا والقبائل دي والمدن دي كانت بتشرب قبل كده منين؟ لو قلت لك مش هتصدق. قول. كان بيشربوا عن طريق القطر. القطر كان بيجيب مية من اسكندرية لحد هنا. والله. وكان اللي بيتحصل على برميل مية من القطر كان يبقى يعني فارس زمانه يعني، ويروح ياخد البرميل ويروح يملاه من القطر ويدحرجه لحد بيته على مسافه 2-3 كيلو. وكان فيها عربيات كرو كروزه يعني مجهز فيها برميل مؤاخذه بحمار صغير، يروح يملى البرميل ده من محطه القطر عشان يشرب ميه بس. يشرب بس. لا 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 يشرب بس. لا 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 كان بيعتمد على ابار روماني ثانيه بقى موجوده للميه اللي بتستخدم في البيت الغسيل. غسيل استخدام منزلي. لكن مية الشرب كان بيعتمد على مية القطر. لا الدنيا اتغيرت خالص خالص يعني للأحسن. ولسه كمان ناس تصبر هيكون في أحسن وأحسن وأحسن. دكتور إبراهيم انا بشكرك جدا على لقائك ده وعلى المجهود اللي انتوا بتعملوه هنا، وشكرا على الإيضاح، لأن انا الأول مرة أفهم ان في تحلية لمياه آبار غير صالحة للشرب، بس انا بحليها خليها صالحة للشرب. تحلية لمياه بحر، يعني في حاجات كتير ومختلفة ومتنوعة، ولكن تطبيقها كنا محتاجين ومستنيين من سنين كتير. والله بشكرك جدا على وجودك معايا في هذه الفقرة. بشكر حضراتكم على المتابعة. زي ما قلت لكم دايما ابحث عن المعلومة من مصدر المعلومة. انتوا متخيلين من 8-9 سنين هذه المدينة اللي انت سياحة ومستقبل اجمل شواطئ العالم كانت بتشرب ازاي وعايشة ازاي؟ طب انتم متخيلين كم المليارات اللي تم ضخها علشان نوصل لهذه المرحلة من الانتاج اللي هيتضاعف، لان المخطط انه لازم يتضاعف، والرئيس عارف وقال لهم ايوه وهيتعمل محطات وايوه وهنستمر في ده. اذا انت ماشي على طريق علشان حق المواطن في حياته الكريمة. اشكركم على المتابعة، اشوفكم على خير. الحياة اليوم.